لو جينا على الحركة هنا تمام، محتاجين نبيع الآن. نجي على الحركة مبيعات، الآن هذه شاشة المبيعات. هناخد أي عرض، أي صنف عليه عرض ونجرب نبيعه، هنشوف العرض ذا بيتطبق على الماكينة أو لا. هذا عندي عرض أهو تمام، العرض ده 1+1 مجانا تمام. لو جينا دخلنا على تفاصيل العرض ده هنلاقي فيه كمية حبة من الصنف ده، لو اشتريت من الصنف ده حبة تاخد مقابلها حبة فري تمام من نفس الصنف. هنجرب نبيع الصنف ده ونتأكد هل العرض شغال أو لا. طبعا العرض ده بينتهي متى؟ بينتهي في 31/12/2019، يعني المفروض إنه هو الآن شغال تمام. نجرب إحنا نبيعه على نقطة البيع، نجي هنا هو ناخد نفس الصنف ده اللي عليه العرض تمام. انتر انتر، جاني هنا ايه؟ يوجد عرض، يوجد عرض على هذا الصنف عند الشراء 1 حبة، واداني علامة خضراء، علامة خضراء يعني الصنف ده عليه عرض تمام. طيب نجي نحط طبعا الصنف الاولاني جاء قيمته كم؟ 489 تمام. نجي نحط الثاني، صار كم القيمة؟ صفر. اداني خصم 100% تمام؟ تمام، خصم 100%، 489 طبعا، وفي ضريبة عليه 24 ريال، إذا الصافي 513، نفس السعر الأولاني. لو طبعت الآن هيطلع لي الفاتورة دي مطبوع عليها أنها عليها العرض تمام بالقيمة دي. لو جيت بعتي واحد ثالث على نفس الصنف ده أهو جاني بسعره الأصلي، لو حطيت واحد كمان تاني التاني عليه عرض، شايف؟ إذا حبة تشتري حبة وحبة والحبة الثانية مجانا وهكذا، خلاص؟ ده بالنسبة ليه؟ للعرض. طيب أنا أبغى أشوف إيش العروض اللي موجودة عندي، إيش العروض اللي موجودة متفعلة أنا كبياع. ممكن مخفية على اليوزر ده صح؟ المفروض هنا في زرار تمام، انا بفعله بدي سماحيه للبايع انه يشوفه، تضغط عليه يوريك ايش الاصناف اللي متفعل عليها العروض. لو اخذنا صنف ثاني او عرض ثاني تمام من اي من العروض هذه اللي شغاله عندي مثلا، ممكن نشوفها في المايكم ولا بس هنا هي؟ لا هي هنا. ناخذ اي صنف ثاني، ده مثلا عرض خاص بسعر 199 ريال بدل من 139 بدل من 239، هنشوف ايش العرض ده تمام. لو اشتريت حبة من الصنف ده عليه خصم قيمة 40 ريال من نفس الصنف، هنشوف الكلام ده، تعال نطبقه. هل العرض ده مفعل؟ نتأكد منه، لا هذا منتهي. ناخد واحد مفعل لسه ما انتهى،